جدا. وانا ببص على هاشتاج اسال النحاس بيسالوك على بعض اللاعبين المتواجدين، طاهر محمد طاهر، بقيه اللاعبين اللي متواجدين خصوصا طاهر، الناس كلها بتتكلم على طاهر لانه سنه صغير، بسم الله ما شاء الله، واحد من اهم وافضل اللاعبين اللي موجودين في المقاولين العرب، وفي نفس الوقت برضه حظه وحش الحقيقه خلال هذه الفتره جدا. يعني تحديدا يعني لانه يعني لو كان مع المنتخب الاولمبي كان هنشوف برضه شكل مختلف. شويه استعجال استعجال وحماس زياده على اللزوم لان هو كان مستني البطوله دي بشكل كبير جدا. بص طار من اللعيبه المهمين ولعيب كويس جدا وعنده برضه شخصيه قويه جدا في الملعب في اللعب في الاداء، وعنده روح عاليه جدا بيتطور ويتحسن بشكل كبير. يعني اشوف ان معانا خد حريه اكتر، خد او بحاول ان انا معاه ان انا اخليه يشيل مسؤوليه اكبر وتحسسه اكتر بالمسؤوليه ان يطلع كل اللي عنده وكمان الدوافع هو الشخصيه اللي عنده انه بيفكر دايما في حلم الاحتراف ان انا خلي بالك اصل طاهر كمان مدارس فرنساوي يعني تعليمه عالي جدا فانا شويه قريب منه، قريب كمان من استاذ محمد والده اتكلم على طول وبشوف ان هو لعيب يعني لو ربنا اراد ان شاء الله هو اتعطل شويه لكن دي دروس يمكن انا اتكلمت معاه ان انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد، انت غصب عنك انت انا عارف ان انت عايز البطوله دي وحابب ان انت تظهر لكن شوف البطوله دي غايب منها مين، انت مش موجود، ناصر تعور يمكن برضو اتكلمت مع ناصر ماهر بعد الاصابه على طول وناصر غاب عن البطوله، نيدفيد غايب من فتره كبيره، محمود قبل البطوله، بمرعي قبل البطوله، كل الشباب دي مستنيه البطوله دي عشان يبدا يظهر والناس هتشوفه والبطوله دي جزء من حلمه. طبعا الوكلاء فيها كتير والانديه وعيون الانديه والكشافين موجودين كتير لكل الانديه، فاتأخر اتعور في شهر 2 السنة اللي فاتت وغاب لنهاية الموسم، بدأ معنا الموسم في أول 3 مباريات بقوة، أنا بقول يعني مش هقول زيادة عن الـ عن الـ عن الـ عن اللي مطلوب لكن كان حماسه قوي جدا في الـ في الـ في, الـ أيوة. في البداية. بتمنى له إن شاء الله إنه يرجع لنا في أقرب فرصة وبقول له إن شاء الله ربنا هيعوضك، أنت بتجتهد ومجتهد ولعيب كويس جدا ومهم جدا بالنسبه لنا نادي المقاولين، ليك موقف كويس جدا مع النادي ومحترم زي ما كان النادي ليه موقف معاك محترم جدا، ان لما طلب منك ان انت تجدد رغم ان فاضلك موسم وكان عندك عروض كتير جدا كان ممكن تستنى جددت مع النادي، والنادي كان ليه موقف معاك لما طلبت الاحتراف في وقت من الاوقات النادي طلعك للاحتراف، الكيمياء الحمد لله راكبين مع بعض كنادي ممكن يمشي يروح نادي تاني جوه مصر؟ انا بتمنى له انه يكون لعيب محترف لانه عنده المواصفات ممكن يمشي جوه مصر؟ لو تعطل الاحتراف ممكن يمشي جوه مصر ممكن تمام طيب